مسكولات دم ريد كرتاد دادي سد لو ردو اي سد الوهياش او يرغريسك سد لو توت ام المجاهده مشى كوغو قرر ما فيسبوك بس يا فيسبوك بس عم قرر عشان ما يغاد فلوس لي فايسو نور عبد الرحمن او كترسن شبابك اسلام مركانا او قابلسن قيبته قرحيده فايسو سي اسكيده اي الشباب او بيرتي توبر سو قادتي شخصي شبابك كترسن اي حدانا غورستي كدبنا إذا سند تشكيل بدن أو لجوس مي كدب وحلو بدل قيب تسخرحنته وحلو سوريجي مجال مقدشو سي وقيب قاطه قرحيو مقدشو لقى أبابول أي إذا سند فايسو قرح كده عيليدو أي كو قرنات ولما إنا إسكو قرح يسوي كو قرنات إذا سند مرك كواد ماش أيضا الله دري وسوسه مسي goobta ugu haboon in la qarxin karo oo dad badan ay ku geeriyoon karaan waxay u aragtay xeebta Liido shacabka sida ay u joogan habeenkii markay aragtay qarxii meeshaas ka dhacay ayada soo sahmisay hubkii lagu dagaalamay ayada qarinaysay habeenkii la galay Liido way is soo raaceen tiimkaas is qarxii ayadan way ka hartay eedaysanada qarxiyadaas markay dhaceen kadib ayaa la soo qabtay dad weyn qabil sinay taliin waa nuukii xafdu kii deegan ku kii مريقوا عبارة جوري كتب علي بريجي قال قدود علي بريجي مدة ثوان بير عمل أسوأ جوري كتب وارسول عبدي مريقوا وارسول عبدي إلى آخر تبرات مرت مريقوا جوري بور مرة رحت هذا أجو ما ك قا صبرك يا ما قفتي ما كحل البراي يا ما قد قبل ذاتين سجالة أي سجال قبل أي أنا سجال قبل ما أقصد أحبحي أنا كل جاي أبوي مركز سجال قبل ما حال براي سجال قبل بسكولين إيه أنا كتب سجال قبل ما أقصد أحبحي أي كل جاي أبوي كل جاي ده ده ميلا لو غادي إيه أنت أنا كسر رح بحين كور سجال قبل أنت لا يكلك يعني محل براي مش لا كان إيش أنا كل جاي أبوي براي قبل ما حال ميلا لك أي مر مرة أو تجي تري بس أي أنا بسؤال دالي كو سؤال بكري أنا سد لو ردو إيه سد الوهياش أو يرجريسك سد لو توك الوهياش إيه يرجريسك أو ميل دالس على توغنا إيه أكبر بحكي لك ما بعرف نوع بسؤال برا تنوعه نوع بسؤال استعمال تنوعه بسؤال ده نوع نوع ما هو ما كان دوينه نوع هذا مو يعني طاطا ولشان إيه عبر أنت مشان عبر إيه قال أدرك يجيرو عورا جودا سكول دايدن هاي سلاكس دغال هذه مع الاني ارتيس كورب بلا سنه دكسي ولا دكان ومش كله اي دكان ولا دكسي اي سبب ما كنت سنه سنه وحكم ابشر بحوية شباب وابيسا شباب اي واك او تكني كان ودل اكثر ما يعيش عادي كم حلا ما شباب كم حلا ابراهيم ابراهيم مرغوبة أجوكتي حمر برك الجسود دراي يارنتان أو اللي ذكر ده عادي يو سيدي محل الجسود دراسي حمر أقوى لا ولا أنا ما أكون هذي استحضري أمر بسوري أنا حمر سؤال أي شقاء سؤال أبدع سيس قفت أنا هرول جوج جر وحاي كانت أبدع سيس كانت وحاي هذا السفر هذا أنت هتصل عونا قبل أن نسيجو هي أنا اللي ذو حمكودين تلفن كأثر تيو مركو غرح دع قيلدا قيلس شكاس وكشكي محيطه تليفون اساسك اسايد دع الفرق ايو كجري انا مسخشه اسعد الفرق ايو موبايل كجري ومليني اي مسخشه ايو دعي لو سلو كلو كاغ دع ما غدو كاغ دع مر غد با اي مش غد با اي اي قسم وردين اساك دع التليفون اي انا كنت مكسور قرح ماشي كدعي اي وحاسا كو فرحدا لو دهي اد وا 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 تكبير ست انا قيارك يا قوس لا موغي انا قرح وا مكوغي
أذكر قرمة بلاغين هو تشكيلي قرمة محكوك يعني أبا منو ليه؟ آه أبا منو؟ مجهو؟ أنت ما فني هذا؟ أسمع مقول مساكين وبيرة وقدار وتعبان. قرر مر مر لأن أنا واحد عمره ولا عمره. عندك فيسبوك إيو شباب كا أرض شباب تحلون هاي وحيسين يسالون هاي فيسبوك حسون قريسة ما قاعد من جاهد على بحدي ساسة لون هاي. بل نوشة كيبل من سيف عجران ما أي شباب هاي قد كواك قرة صحواي والله كيامك أنا فيسبوك سين ما قاعد أقول بدل ما كسينين عشان عبدي أنا بقرة هذا فيسبوك ما عواك بدل وحاك قرت ما قاعد أنا كبر ولكن هذا هاي فيسبوك سين ما قاعد أقول بدل ما كسينين يبرس يلا وبدلا وايد تشي مركو مشي كي أنا قرة رامك وقرت ما قاعد كبر وايد قاعد مركو آخر طلع بروي مركو إنا قو كده حدا مغص ما قاعد وايد قاعد دق وقو بروي ما قاعد وايد كي بدلا يشيك سين وبدلا ما لو بدلا كلا وابلوت بعد بدلا وده سيدي أكون جاب تلفزيون سكاي جاي استقول يا بناي أنا مقالات رواي شو غير تراب مشي جاي بس شير كده لكن شو كل مكون أشواط ما كنت تلف ويجا هلا الحمرة لو سوق ولا شيء جيميل يعني كرت ولا يجي سوق جيبي هبين كل شو ذا حافظ اللي يقول ما أنا جيميل حاس كجيب الرواي ما عاسك بدي الرواي كني يوم ما قاعد تلف يا كوكور ما قاعد أنا قاعد كوكور قاعد أنت يقول كوكور محكودي ما قاعد أسمع وبدي المكسين وأشكو بروي معي ما قاعد بروي ما قاعد أقبلك بعدي أنت بدي الكرم ما اللي بديلك أروي دعوة أكيد، لا كشاف معي. يا. ما حا سوشيال جريدي تحيين. ما حا قرالها. ما حا سوشيال جريدي تقول. إيه كم مقالة يسوي دكان؟ إيه كل دكان يعني إيه كوف كله تمكسي ما واسك شير جريدي مقال كست أقوى شير جريدي. ما حكود دمر كسب. يا. ما حكود دو شير جريدي. واسك شير جريدي أنا حتى مقالة واحدة أو أيا كان فيوس أكون راسنا فيسبوك بس أكو كلك أسمع جاي. أها. دي بدل أنا كلك. دي كلك كلك تمحية. تتك أيوة الرأي أو فيسبوك كله حرنين عدي أكان مقارنة أنا إنه دبي ما أنا مسدهني وارداتي تتك نوعي كده هو بلاك سعر كويه بحيله أنا مركو أسيب بدل وهابينك أنا بدل وحالي ده وأحمد تلاقي كهف فرتين يبشو ريج وأسكو ريج يعني فيسبوك بيسافر قالك أحسن ما يعني مركو ما عن عادي هاي ما تاج يوم على ده ماي أم المجاهدة مش أكو قرر ما فيسبوك بس يا فيسبوك بيسافر قالك أحسن ما يعني بيجوز لي هاي ما قاعد حتى مو كلك عزيز واحد ماشي النور ما قاعد كوره ما قاعد انا محمد ما قاعد انا وعا كوره مريم وكو قرنت عاشو وكو قرنت ام جهده وكو قرنت ما قاعد نبرب بحي كلي يا ما قاعد مريم انا كو قرا جو مركك ما قاعد تصفن اي مريم ما قرا والله بس حتى اي لكن بدل لك كو بيرم فيسبوك مركا جسنا عاش عنده جو ما نجي نعمل كاس عاين من ليش اسكت اسكت اللي قلت له مقعدة نوكل نوكل الشيء هو سدح مقعده مريم عاش مجاهد حكلي أم المجاهد حكلي مريم ما مقعد جواه عاش عبد الله والله شيء جواه أنا أفكر طبعا بما أنك بس بقولي سمينا ثلاث كلام كان هو بريمو وقال وراك يا بس بقولي كعش هو اسمه عاش عبد الله بقول ما تري هذا اللي يبدله أصلا يصير بدله مريم على بقول أيام أستعجل هست كبعد ما قعد أنا ما قلت يا سكين كذا ذيك أو تلاتة كاسية كسوسي ما تقعني قف ورا ما تقعني أما يا أنا كسر لك اسم مبارك وأنا يسير وسير يبير أيه أساق صوعي ها أيه وسير إيه محوك ولا مكاس محوك شيء والله ما يشان عاد سكان ثان لين ما يشان ما بالشارع تن إنقي عن تير الشارع هي يا يا قال كاي لا تومك شقي سير لك ستر بورو ربيير أنت أصعتها مكاس، أنت أصعتها أي موقفة؟ قال هريري نك متى قانا عليك؟ لما ركاك يسيسي نك؟ ما أصعتها ما ياريين كدام بيت دعا مصارنا لكسي عفوش ميل كلايا سو ياريين كدام بيت أنا لما ركاين وصليها ميلها كالي وصليها يوعي أها لما ركاك يسيسي ويدي لكس لما بيسي ميكو أرسان يكويري لي بيه
intii sheego maxuu ku soo diray inta shukaansanaysay meel lacag ku soo diray walba hormayntan saddex bilood ay shukaansanay baasay suulay hormaar hadda markaa bixis laakiin soo asa tiris barku si maay baarfun kale indii ma baasay kala maanta baarfun kana daraawal kale inta hore maani dhamaynto adiga hooyo aad ma joogaa abaabe dhamaaday maaday leero hada joogto marka xaqii in aadis waa soo dhumatay ma sheegin ha ya inta qoyti ma inta nan gede bayro ku qoy bilad ku waa baadi ha baadi inta nan gede badan inta galereeri galereeri nan gede ada inta ay keen weeri inta meel meelad nan gede macnaha hada andareerti ay keen ku weeri ay keen weeri ha la yar si kan sadan nan gede la ngad si kan sadasiya ha ya magashay meel la reer lankaad nan gede ada si kan sadas maamid ah qabay mise shukaan salaysan ku dhaxay shukaan salaayno qabay tiniska ama dan adoo mahramnikeen la jarna seen gajeed mila sharaxad dib maana waan keen qabni ma isu kan sadani gam ya isu kan sadani day maamiga lanku suge maana ay iskiin bari oo se iska barateen ay ki hiri telefoonka ay haasi ku sheekay bitaas islaay waare la markay lan ka faali lan ki kal wax soo yeeyay baadi ma iskaarigi ada qofaan wajahan ka saasay mise kuwa iska san ma dhara iska saasayn ha inta isla roog dirteen meelo wanta tanay shabaab atus shabaab haamiya islaay tii ku kan soo yeeyay aqoon uli aqo ha aadan ha ki ogina ma dangni arhabatay usan jeedi may may iyo ha mukiyo gadale isba aan doomatay haa baasi walaakin darjare may may hata baawr ka hata ada sar maayti usan jeedi lacagta ada baawr ka fulaasi usan mahkin dibne dara akre nan duray maan baasi ma bumaan darol ka ya ya si ay alitas ani baawr ku dibe ah dara akre bisaanan lagu man maran ay si ha isu aan turay maan lanka si may baasi badin siyan aan ooshiyan walka wal baasi asi ooshiyan maamiyo gayne may baasi din dirinti kalmi go ani sile bisfana isu kan sudane aba ay keli garan jaada hata baasi ana lay sileeda hayte ha yaa noolad walaashi sala noola marko asib baxay oo maqan yahay mudila oo bilood oo hadalkiisa aan la ahay bil isoo tuurayn maxaa dhay walaashi saaxay dhaa soo bax gurigeega imaa gurigeeda imaaday mudis deed bulada joogay bisii sagaalado isoo wacay wuxuu u dhay qoxda alshabaab ku biiray ee meesha jira oo waxa jira galgaduud markoo saas dhahay wuxuu dhahay imaama dhahay mi imaha kiriya dhahay abaar waa is dagaalnay wuxuu dhahay ma meesh mi imaha kiri adii imaam waxaana ayaan waana ku imaha dhahay waa soo baxay marka adalaalay u soo qabtay marka seeg soo baxay lacag ku soo dira yaa ku hagaay darawalka i hagaay lambarkeen soo sii darawalka isoo wacay wuxuu dhahay marka adii meesh habeenkii marka ani waxa ka soo tagay buur hakabe afar saaxiibey afar saacmaalayna ma ka soo tagay waxa ay maaday magribadii amala afgooy maaday markii afgooy maaday afgooy hotel la diriyay subaxdii 12:00 ka soo gacay waxa soo qabsaday bareys buu ka soo qabsaday waxa ay maaday kan tabeelaha imaad tabeelaha bajad ku soo qabsaday siya bakaarki imaaday darawalka isoo wacay wuxuu ila bakaar imaaw dhanka balaastiga tiis imaaw ay dhahay meesha ay maaday gaariga meesha ku fuulnay markii aad la iimeelahaas dhaafnay waxa kale u qaatay soo qabtay markii aadana laga soo xiray aadana laga soo qabtay aadana waxa ku qabnaa maxaa sameeyay waxa leedahay shabaab aad tahay leedahay shabaab oo socotaa ninkaada shabaab ee ninkeega waxa la garay waxa uu joogaa jawlo joogaa dhaasay soo baxay dhahay ana shabaab miyey dhalaa ka saasay shabaab markii waxa la soo qabtay misaalay keenay adiga markay arur yak ugu dirin kan nin kooyday mi ugu dirin aabahay mi ugu dir asoo shaxaba shukaansanay aab waalidinta u keenay ninkaan ma shukaansanay ugu daraada ay shaxwo ahaa xiligaas leeyu daray walaa ugu daray xabaar muddo 8 bilood isla joognay waa baxay shaablimo aadi asoo lambarkii 8 bilood muddo aadarsan tahay bisii 9:00 soo wacay wuxuu idhay qolada saa ku biiray meel dheer ajra wadadana way iga xiran tahay ii soo baxo ilaahay markaa waa soo baxayna muxuu ku siinay marka lacag ahaan bilaa ku siinay
لعب بيلهان أني كل حالة جوعي ولا تسال جوع. بيلهان وحيريس شو بن إبه حاسو إيسو ترجري برا نقوله سو ترجري راشي بشي. لأن هاني شو بن إبه حيرو إيسو ترجري لعب تنا ولا شيء سو إيسو ترجري بدر إيراشي وحنا روت كنا بشو قاري جوع. عم الشبابي نكى شباب الصعبي. هيه نكى أو تسك أرستن محاولة شيء أنتو جوعا. قصده ريسك أرستن. أي؟ مركي أو يحبلو لسنيس كمانيس. عدنا ما يشواب كبير سنها تميسير بلو. لما إنه عن طالب. كبار تدو تميسير بلو ده موجو مين هو جسم الألبور. ميلا صار يكاس. لا هو كودي هذا لبي. مركي ما يقمة ما يقصنا الجوع عندي من العبور. جبي هام شباب تمسيت بلودي إيه؟ أو عروت هذا دي؟ المهاج أو المهاج؟ يا أخي كسداري روان. غنص حدا يجوا المهاج. ها. إنك هاي سوء سعته يا أبو حراي أنت كي ما تصاب أحد الله شكله بشر ما يقو ما يقو كسيه مشان. أولين هوا قاعد يصاب مكرم. كان أنا أول إنك لا دولة تان كهري لما لحال نيجي سلعي تلفون سكعاني قاريات دراو شو بيسلع تان كتير. كاس رسالة درادي لاين كوي. بيل ما هو بيجي للعك. سودان دولار. يا. سودان دولار. يا لجوك تاني مركز قص على لجوك يا لجوك تقص تكت. إدّا دكناي. يا. إدّا دكناي. هرم مو تكت ألبور. مايا. وسيب تمسيد بالله شباب. الآن ميد ميد إذا سنياشان أشر رحمة محكمة دهورت هذا. فيصير نور عبد الرحمن وحي الشباب كبير تحيل هراء وحي سوق على تي توبر. سيدا أي محكمة دكور عدسة أفر بلاد أيلا توبراي وحنا البراي هوب كنوعيو كل دوين إلا وقدام بين البرو هوب كسيدا لو قريو يسيدا لوسو سهميو قابها دولدة يو شعب كهذا أي دقيهين أما شعب كهلك وكب ذي هاي فإيسو سيدا أي محكمة دكور شكتي وحيت ميد مجال المقدشو وحي صوصا مسي دجمد عبد عزيز جارهان حيبت الليدو إذا سنة ده هل كاس أيوة أركتين وكوها بوني هاي إن لقفوليو قرح يوير مدن قدومي وح إذا سنة ده مركز أيوة قرنات كار قيبت إسقرحنتا أيدو لقو تشكيلية إن إسقرحسو بعدما إذا سنة ده أي سن وح عرورة أم وح كدم بيا أي سنجرين مدن قدومي إذا سنة ده وح يكون كمد إهاد تيم كي أرجح سدى أكيد دجالا ملها حب تليده إسكونا كرحين لها بلسة مركي أيهوب كودي كور جسي يو كرحية دودي أي كبا حدي تيم كاسي أي ماشي أدي إسوسة همسي ويرك قاري كرحية نكفولي إذا سنة دو حال سوق بتي أي دو كفر أحسن أو على راس إسوا كرحية ماشي أسكدة عي دباتي ماشي أسكدة عدي من قدومي إذا سنة دان مركي ناين والله عينه وحي سمسي إن الموبايل كده سي أراد يو وربحنا اللوجة هلين وحيكونوا ده مسخشة. بس لما أمني جمركي أي قبطان بارتان أي سمايان وحي أوجادين إن الشباب كتير سنتاي تهبر سوق هذا تي قرح عن أي ذي أباب الكيده اللي هاد. سيدو كلا إذا سنة مريان عبدي أبوكر وحاسوق قبطان لما أمني جا كده مركي أي أوجادين إن أي تاي قبل استعماله عوان كأم مجاهد. فيسبوك واستعماله سوشيال ميديا هذا نكفها في سو تاجر هذا الشباب. سيدا هذا محكمة عن كوسا هربندينغاي وح أي سوشيال ميديا هذا سوق لسا مقالو فيديوال يو قرالو أرجح سد يكون تاجر سو. سيدا كلو وح أي أشر جريسا أرجح سد وح على وح سوشيال ميديا سو دكان أما دجال ها أعطو أما وحياة بكرها أعلن أي ذا أشهر جريسو سيدوك الكومنتيد ويكون دفاع ذا مسنجر كانت دقة أي كتشكيل ساعة سيد أسأوت وح محكمة دكور عداني يذن أي عديسي إن أم مجاهد عوانك استعمال أي ذا تاي محكمة دهرت هذا كذا هذا وأكوك لك عسان لكن تاسي وح باب إن إيسو إن أي كومنتيد ويكون دفاع عيسي مسنجر كانت دقة كتشكيلين إيسي سو مريم وحبين كتر سن أرجع سدا سوشيال ميديا أنا أقابل سن مجلس تعيد كل تشكيل سي سدا هذا أي محكمة كور شكتت ولا كتت ولا الكاد يفهم الكيد كم كتر سن أرجع سدا أي هذا إس كيد وأنا عادي مثل قدومي أفرت هذا السنة شكري فاضمو إسحاق إفاضمو حسن إعباده
waa dad wada qaangaar ah xubna ka tirsan argagixisada al-shabaab oo jabhada ah ay si ushkooda u barteen way shukaansadeen waxay ku qancayeen fikirka argagixiso kadibna waxay go'aansadeen faadumo iyo shugri faadumo isaaq iyo shugri ay xasaas u noqdaan xubnaha ka tirsan argagixisada muddo dheer faadumo waxay sheegtay inay laba caruur u dhashay nin jabhada al-shabaab ka tirsan shugri waxay sheegtay ayadana ninkaasi inuu muddo 3 sano ku dhawaad uu qabo laakiin waxba aysan isku dhalin laba sano kamid ah uu jabhada al-shabaab kamid ahaa oo aysan is arkin balse hadda uu u yeertay uu yiri halkaas igu imow aniga jidgooya ma soo mari karo jidka adiga ii imow si dhagar qabahaasi hadii meeshaas uu ku dhinto ayada wax uga reebto bacdama argagixisada ay ku dhumaaleysanayaan baadiyaha deegaanada galgaduud weerar culusna lagu haayo lana filayo in dhammaantood meeshaas lagu soo gabagabeeyo ayay waxay go'aansadeen inay wax iska reebaan faadumo isaaq shugri iyo faadumo xasan iyo cibaad waxay ku jireen dadkii ka reebi lahaa ilmaha dhagar qabayaashaas halkaasi ku dhumaaleysanayo mudan ugu doomiye faadumo xasan iyo cibaad waxaa la yaab leh ma aysan qabin nimanka ay u socdaan shukaansi ayaa ka dhexmaray way shukaansadeen waxaa lagu qanciyey marka inay u imaadaan markay meeshaas tagaan ay guursan doonaan waalidkood uma soo sheegin waa ka soo dhunteen si iskooda ayay ugu socdeen ceelbuur xubnahaas ka tirsan argagixisada ayay rabeen inay aadaan balse laamaha amniga ayaa ka hortagay oo soo qabtay wax muxrima lama soconin labadaas eedaysane faadumo xasan iyo cibaado niman aan qabin ayaynu u socdeen mudan guddoomiye bacdama kiiskan aan maxkamadda horteeda ka caddaynay weliba si waadax aan u caddaynay eedaysanayaashana ay qiraal ka yihiin faldembiyeedii aan ku soo eedaynay waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa number one faa'ise nuur cabdiraxmaan oo ah xubin halis ku ah ummaddan soomaaliyeed jiritaankeeda iyo nolosheeda iyo bulshadan ay iska faraxsan ee magaalada Muqdisho isaga nool ay rabtay inay isku qarxiso isla markaana ay sahminaysay goobaha bulshada ay ku badan yihiin iyo meelaha u nugul inay qarxiyaan xubnaha argagixisada ah bacdama ay eedaysanahan eedaysanadan ay halis tahay in ay maxkamaddu ku xukunto ciqaabta ugu adag ee qodobadii aan ku soo eedeenay waa eedaysanad faa'ise nuur cabdiraxmaan oo haddaba ku qorneed qaybta isqarxinta argagixisada al-shabaab sidoo kale maxkamadda sharafta leh waxaan ku codsanayaa shugri cali muxyiddiin isaaq waxay ka timid degmada buur hakabo waxay u socotay nin ka tirsan al-shabaab oo joogo ceelbuur ninkaas ayada waxay ka tirsan tahay laftirkeeda al-shabaab waxayna u qaabilsanayd qaybta sahminta intii ay soo socotay buur hakabo ilaa ceelbuur waxay rabtay bar kontarool walba markay maraysa waxay u gudbinaysay ninka al-shabaab ee ayada qabo sidaas awgeed maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa bacdama eedaysanadaani ay tahay eedaysanad qaangaara si iskeeda ninkaas argagixisada ka tirsan ay u guursatay haddana ay ugu safraysay ninkaasi inay ugu tagto duurkaas lana wadaagaysay xogihii dhulkii ay soo martay waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay shugri cali muxyiddiin ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeenay weliba ciqaabta ugu adag ay dhigayaan faadumo isaaq aadan faadumo isaaq aadan oo 20 jir ah laba caruur u dhashay xubin ka tirsan argagixisada al-shabaab dhowr jeer horena u tagtay ceelbuur eedaysanaha ka tirsan argagixisada jabhadaha halkaas ku dhuumaaleysta mudan ugu doomiye eedaysanadan qansax dheere ayay uga timid si ay eedaysanahaasi ugu tagto intii ay socotay dhulkaane ay u gudbinayso xogihii iyo wax alla wixii kontaroolada ay soo aragtay waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa bacdama eedaysanadaasi ay faldembiyeedkan iyadoo ogaal ku ah ninkaasi inuu argagixisada ka tirsan yahay ay gashay inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeenay eedaysanad maryan cabdi abukar mudan guddoomiye waxaan maxkamadda u soo bandhignay barihii bulshada ay isticmaalaysay eedaysanada isla markaana ay ku taageeraysay kooxda khawaarijta ah ee argagixisada ee al-shabaab ee ummaddan soomaaliyeed ku hayso dhibaatada dilka qaraxyada iyo dhaca boobka ah ku hayso ayay waxay ku taageeraysay si hagar la'aana baraha bulshada
waliba bulshada Soomaaliyeed oo la yaaban taageerada gabadhaani oo u fudinayso ee leeyihiin ma kooxdan qawaarijta ay dadka laaynayso ayaa taageersantaa walaalay ay waxay ugu dareysay maxaa ka gal munaafiqiyo bologna wasaarisay saad darteed waxay cadeynaysa in ay xubin firfircoon ay ka tirsan argagixisada ay tahay ma aha wax ay social media han ay ku kala kacsanaysay ama fiis ay ku raasanaysay ma aha waxyaabo kale oo fuluus ay ku raasatay heli kartay laakin xubin al-shabaab ka tirsan social media u qaabilsanaa ahayd eedaysanaad maxaa cadeynayo cadeymi aan soo bandhignay ciwaankeeda Facebook-ga maxkamadda ku wareejin doona saadarteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in Maryan Cabdi Abukar oo lagu naaneeso ama magaceeda xarakiga uu yahay Umu Mujahid inay maxkamadda ku xukunto ciqaabta ugu adag ee qodobadii aan ku soo eedeenay sidoo kale Faadumo Xasan Isaad iyo Cibaade Cabdullaahi waxay ka imaadeen degmada Beedhabo baadiyaheeda sidaan maxkamadda koor cadeeyay ayagana ay sheegeen waxay u socdeen xubno ka tirsan argagixisada oo aan qabin laba fal dambiyeed waa meeshaas ayagoo shabaabnimadii lagu qanciyay haddana niman aan ayaga qabin u socday waa laba fal dambiyeed mudan gudoomiye bacdamaha eedaysanayaashaan cid qasabtay aysan jirin si iskooda ay u rabeen inay al-shabaab ugu tagaan ku biiraan ay guursadaan ay rabeen lana shaqeeyaan waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in Faadumo Xasan Isaaq iyo Cibaade Cabdullaahi Cabdi ay maxkamadda ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee qodobadii aan ku soo eedeenay maxkamadda sharafta leh waa mahadsantahay gabdhaha waa la soo eedeeyay waxaa ka bilaabaa Faysal Nuur Cabdiraxmaan waxaa lagu soo eedeeyay inay ka mid tahay kooxda argagixisada Al-Shabaab aynu qaabil sanad qaybta qaraxyada iyo hubki iyo waxyaal badan lagu soo eedeeyay kalageed waxaa saaran qodobka lixaad qodobka toddobaad sideedaad tobnaad kow iyo tobnaad sideed iyo tobnaad labaatan iyo koowaad labaatan iyo shanaad marka maxkamadda sharafta leh Faadumo waa gabar dhalinyar ah da'yar maxkamadda markii ay wareysatay aadan loo jeediyay 103 iyo 104 waxay ku jawaabtay aniga shabaab waa soo maray tababar soo qaatay laakiin hadeer xamar gudihiis wax shabaabnimo ka shaqeynayay ma jirto baarahay kiiska oo la keenay oo ka socday hay'adda baarista CID wuxuu sheegay in gabadhaas argagixisada ka tirsan tahay ayna ka mid tahay qaybta isku qarxeynaysa loo soo tababaray liido marka aadda markii la soo sheego waxay u baahan tahay in la cadeeyo qiraal u maaha inay dagaal gashay qiraal u maaha inay isqarxinaysay qiraal u maaha in qaraxii liidi iyo barnaamijkeeda ay ka qayb ay ka ahayd wax qiraal u maaha waxay qiraal u tahay oo keliya in tawbar la geeyay marin gubaay adeerkeeda lagu magacaabo Aadan Cabdiraxmaan wuxuu ku waday xarad tawbar u geeyay uu ka keenay intaasi qiraal u tahay xafiiskana ma keenan 113 cadeen inta ay qiraal u tahay ka baxsan xafiiska ma keenan waxa lagu eedeeyay in madaxweynaha gudoomiye aad ay u tiro badan tahay waa aydana waa gabar maxkamadda sharafta leh anoo dood aan ku dhiraleene maadaama ay gabar yar tahay intii yar oo ay cadeysay oo kaliya intaas inay maxkamadda u tixgeliso ayadoo cuskaneyso xeerka lagu soo eedeeyay qodobkiisa 30aad maxkamadda sharafta leh meeshaas uu gudbaa gabadhaas arrinteeda intaas qodobka 30aad inay soo qaadato ayaa u cusna waxa ay soo haray shukri Cali Muxudiin shukri iyo Faadumo iyo Maryan Maryana ka duwan Maryan Cabdi Abukar inta kale waxa waaye safar ay ahaayeen waxay u socdeen al yar nimankoodii
marka waxa koor mara Maryan Cabdi Abukor oo laga sheegay waxay kumanti ku taageereysay nimanka argagaxisada number 1 horta waxa ficnaa lahayd in xafiisku cadeeyo ma kamid tahay Maryan argagaxisada horta ayda horta number 1 tababar ma soo qaadatay ma kamid tahay oo ma la soo tababaray meel ugu soo tababaray meel hubka lagu soo qaaday waxa soo dhama jiro waxa la soo qoray oo kaliya intii ayda ay sheegtay oo maxkamada horteedana ay u sheegtay waxay tiri anay shabaab kama mid ahin laakiin meeshaas waxay u qoran Ummu Mujahid iyo magaca kale oo ah Fuyusa ku raadinayay Fuyusa ku raadinayayna hadda xeerkana dambi uma yaqaano meel laga soo galo dambi loo cadeeyna midna maaha waxa kala sii dheer horta gabdhaha baarahoodii aaway number 1 baarihii intii wiiraan laba bil waa xirnaayeenay aaway baarihii kiiska aaway dambigan soo baaray ma joogo ma la sawiraysane aaway gungaarkii laga soo gudbiyay aaway wax lagu soo eedeeyay waxaasoo dhan horta lama hayo waxaa la keen oo kaliya Faiso dib ma laha maanta ay maxkamadda hortaagan yihiin gabar waxaa la yiri ninkaadu socotay waxaad kasoo baxday qasax dheere waxaad u jeeday ceelbuur marka waxaa isweydiin leh naag horta intay degan tahay number 1 naag hadii la qabo meeshii ninkeeda seexanayay degan tahay hadday bad tahay hadday barra tahay hadday meel kale tahay horta waxay meesha ay u socotay ninkeedii joogo ayadana maxkamadda ay wacdaysoo kama qarsana naagna waxay degan tahay meeshii ninkeedu ku sugan yahay haddoo ninki argagaxis yahayne haddii argagaxisu markii hore gabdhaha ay guursadeen nin waa u baahayn ninkii ay guursadeen ma u tagana nin xaraam oo doonana ninkoodii xalaash ahay doonteen haddii ay doonteen oo baabuur raaceen oo safar ku yihiin ma dambi ay galeen maxkamadda sharafta leh taas waa aad waa noo soo noqnoqotay wax badan gabdho badan oo socdaan waana aragnay waxaa ficnaa lahayd hay-adaha amniga ina laga buraarujiyo la yiraahdo arrintaas sax ma ahane si kale ha loo maareeyo guurna ceeb maaha nin shabaabaa ku qabane mulu noqdo dembiile maaha xeerka ciqaabta qodobkiisa koowaadaa sharxayo maxaa si dembi u yaqaanaa qodobka koowaad wax kasta oo aan sharciga dembi aasu aqoonin dembi maaha qof soo socdo la yiri waxaad u socotaa ninkaadii musaafir ah in jidkii laga soo qabto la keeno argagaxisnimo lagu soo eedeeyo xabsi loo geliyo maxkamadda sharafta leh anoo doodu ku badanaynin gabdhaha la soo eedeeyey oo ay ka mid yihiin Faadumo oo la yiri ninkaada socotay iyo Faadumo Xasan Isaaq iyo Cibaado Cabdulaahi Cali lamadaas waaba la qaldoba gabdhaha la yiri adduunyu wax waaye inay masaakiinnimo meeshada oo ay ka gaareen waay maxay waa la soo shukaansaday beenaa loo sheegay meel ay ku sugan yihiin warkama hayaan meesha ay u socdaan waxaa la yiri walaashay meeshaasaa joognaa ima xataa ma oga inay shabaab yihiin imakooda ma oga nimanka ay u socdeen waxay yihiin ma oga waa ahal waaye dad qaraabo oo isyaqeyne waaye taleefona loo soo diray lacagaa loo soo tuuray waa la shukaansaday waxaa la yiri waa imaaw meesha bis ma qabo mana wax yeeshane sidaasay ku socdeen ay musaafirku ahaayeen maxaa lagu ciqaabaa aaw ciqaabtoodii maxay galabsadeen waxay galabsadeen iyo waxaasoo dhan waxaa la rabaa inay xafiiska socdeeyo ma cadda wax cad ma jiro maxkamadda sharafta leh waxaa codsanayaa anoo dood soo gaabsanaayo sharciga islaamkani oo guurka xalaal ah ay dambi ahayn maxay nimanka argagaxisada lama guursan karo lama dhihin culummadu maxaaraatmayno wax ma dhihin gaalo waa nimankaasi loo tago ma la dhihin dadkiini qaniimo waaye waa la qaniimaysaayo ma la dhihin sharciga ma banayn inaa la guursadaan oo islaam ay yihiin dalkii dadkii dadka ay yaqaanaan laakiin waa khawaarij khawaarijdayhi ayaga caasiya ummaday dowladda ay kasoo horjeedaan waa goon xukun kale leedahay in gabdhahoodii la soo xeero haddana maxkamadda la saaro sharciga islaamka ma aqa hadda meel ay ka dhigaysa iyo xeerka dalka u yaallo maxkamadda sharafta leh waxaa codsanayaa gabadha ugu horeysa oo Faiso ah
qodobadii maxkamada xafiiska xiraanta isku soo eedeeyay oo maxkamada loo soo jeediyey inay ka diido ayna ku xukunto gabadhaas haddii ay xukumeyso maxkamada qodobka soddonaad oo xeerka la dagaalanka argagixisada ah oo tilmaamayo in loo naxariisto maxkamada fayso waa qodobkaasa u codsanayaa gabdhaha kaleetana si degdeg inaa xoriyadooda la siiyo iyadoo qaadanayso maxkamada sharafta leh qodobka 202 xeerka habka ciqaabta soomaaliya maxkamada sharafta leh way mahadsantahay Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo